دور عارف امي بامي ما يحلم هي اسمك كثير امي قايل رام صيام اسمك كثير امي قسم العتان هي اعتابك تمسح تمسح في دورها يا الزول في اللون نيت ميت ما مرحبا بكم مرة ثانية. الشوية يا الشوية راكم يرقازن راكم فحولة يا الشوية زيدوا 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 مت il fallait parler chawi il faudrait danser chawi il faudrait manger chawi il faudrait يا ناس يا ناس نروح للدوار نتاعنا والله شوفوا من الطفل الصغير للإنسان الكبير خلاص الشوية دي غير تخبط روحوا تشوفوا في الريس روحوا تشوفوا عيف الناس مشونش روحوا تشوفوا ناس مشونش اللي نسلم عليهم بزاف بزاف عائلات كيفاهم غير الشوية أصلكم أصلكم يا الشوية والله سي بو غادي سي بو سي بو سي بو تحية كبيرة إلى أحبابي وصحابي والناس اللي بعثوا لي كاملين واللي يقولوا لي حنا نتبعوا فيك ورانا نشتيو لي شونسون اللي ديرهم ورانا نتبعوا في الشراك ديرو يعطيك الصحة مالغري كو ناس راكم قلال مي والله غير شوي تخي زوغو ميرسي 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 ميل ميرسي بور مون زامي اللي كتبوا لي واللي مونكوراجا أنكور إكخير أنكور فير دي فيديو يعطيكم الصحة صحة. اليوم راح نتكلم على أن سوجي اللي كلموني فيه بزاف اللي قالوا لي ودي تكلم عليه سي ان سوجي طابو ها سوجي على بالي بلي الناس ما تحبش تتكلم فيه على هذا قلت لهم انا يا بون غير قبيت تناقشت انا ويامس تناقشت واليوم زدت تناقش ثاني مع ناس ومع احبابي اخرين نعرفهم ومع ناقشنا في هذا الموضوع هذا كاين اللي كل واحد يمد كيف اسمه لا فيرسيون تاعو انا دوك نطرحه والناس دوك من بعد دون لي كومونتير ان شاء الله من بعد الناس كل واحد يمد رايو على كل حال وكل واحد عنده رايو ويفو ريسبكتي كل واحد واش يمد الراي نتاعو بلا ما نقولوا للناس نتوما كفار بلا ما نقولوا للناس نتوما هكذا كل واحد يمد رايو قبل ما نبدا في السوجي هذا ونطرحوا اسئله نحطكم سيغ كيما سيغ لو شومان تاع هذا لو سوجي باش تكونوا في الصوره الي رابيدمون Thank you.
donc vous avez bien compris, il s'agit de الختان, الختان الطهارة. بزاف الناس يقولوا لي علاه نطهروا الطفل، علاه قولوا لنا علاه بوكو. الناس يقول لك لا هذه عادتنا، كما يقول عراس دركا هذه عادات جدودنا. عراس يقول انا جدودي اللي فاتوا، عندي جدودي مسلمين اللي فاتوا، مي جدودنا الاخرين ماسينيسا ويغرطا ما نظنش كان طهروا، هذه جو سوي سيغ. الو اخرين يقول لك لا هذه لازمك تطهر باش تكون مسلم، هكا يقولوا. اخرين يقولوا في القران مكتوبه باللي لازم تطهر. اخرين قال لك لا، انا تكلمت مع واحد البارح ان سبيساليست تاع الدين، انسان اطار سامي في الدوله، قال لي نو، قال لي ما كانش، قال لي ما كان ني في القران ني في السنه، ما كانش، ما كان حديث صحيح كما يقول هو. قال لي انا ما نعرفش. على كل حال جي بوزي لا كيستيون. فوالا بليزيور جون ا كي جي بوزي لا كيستيون، دي بروفيسور، الناس يعرفوا، كل واحد يحكي بحكي بحكايته، كل واحد وي. اخرين يقولوا لي فوالا راهو لازم نطهروا الطفل باسكو من بعد كما يقولوا هما، من بعد يتنحلوا المرض، باسكو الطفل عنده مرض وكيطهروا له هذاك المرض ينحيوه له. الوغ هذ الناس يقولوا سي سونتيفيكمون، الناس اطباء هما اللي يقولوا، اطباء انا ما شفتش انا طبيب، ما سمعتش طبيب يعني امريكا ولا بريطانيك ولا سويس ولا فرونسي يقول طهروا. دايوغ الطهور هذا ممنوعه في الدول هذه، ممنوعين، وحتى المسلمين اللي ثما يلقاو السبايب يديروا سبه باللي الطفل راهو مريض رايحين يوبيريو باسكو عنده حاجه زايده، ويروحوا بالعاني يطهر شغل يطهروا ديريكتومون باسكو سي انتردي. فوالا واذا كما تقولوا انتم فيه مرض، انا ما نظنش كان اذا كان مرض في الطفل يكون غير المرض تاع غير عند المسلمين، علاه ولاد الكور ما يطهروهمش؟ اخرين قال لك حنا هزينا عاده هذه من عند اليهود، كما قال لي واحد سيد كما قلت لكم يعرف مليح الدين، قال لي هذو هزوها على ابراهام اللي نعيطوا له حنا ابراهيم، سيدنا ابراهيم الخليل هو ابراهام، يعني في عمره 85 سنه، ويقولوا تكلم مع ربي سبحانه وقال له لازمك دير هذا الطهور هذه اذا حبيت باش نعطيوك الارض المقدسه اللي كنتوما. كل واحد يحكي بحكاه. جو سي با الناس كي جي بارلي، كل واحد يمد لي. قبيل كنت نتناقش ثاني مع وحده طفله تكون لي تري انستخويت، تعرف مليح، تعرف من خير مني انا، كيما قال واحد في حوايج هذو يعني برافو يعطيها الصحة. بورتون الطفلة هذه ماهيش من هذوك الناس اللي تبعوا بزاف الدين ومن هذوك منه ومنه، عطات لي بعض الصور اللي يقول باللي ربي ما تقيسش حاجة اللي خلقها ربي، عطات لي جبلت لي صور بعد اللي مكتوبين فيهم وين ما تنجمش تمس، وين ربي سبحانه خلق الإنسان ما يفالي با توشي، غير بايزومبل اذا بوتيتر جو سي با هذو الناس اللي داروا حديث يقول لك بايزومبل واحد خشمو معوج، خشمو خرج عجمو خشمو معوج، ولا عينو جات في جبهته، ولا ويديروا اوبيراسيون باش يرجعوها كيف اسمو يرجعوها كيما كانت هذه. وي مي تروح طفل مسكين يزيد لاباس عليه، دونك اكوا سيغ اكوا سيغ باش نطهروا له الختان، اكوا سيغ الختان. دونك انا الناس اللي قالوا لي اخرين تكلم عليه من فضلك يا استاذ منصف، قبلت وحده كتبت لي قالت لي يا استاذ منصف ماذا بك تهضر على هذا الشيء هذا، اذا لازم نطهروا لازم يعطونا علاش نطهروا، واذا ما نطهروش ما نطهروش خير وخلاص، علاه نروحوا يا يو دي زاكسيدون كيما باش تعرفوا، يا يو دي زيموغاجي، كانوا اخرين اللي راحوا طهروا كيما حكاو لي امس ناس اخرين داروا دي زيموغاجي، اخرين مساكن ولاد راهم في خمس ولا سيس اوبيراسيون على جلد هذا الطهور هذا، وزيدوا نستناو رمضان كيما حنا ليله 27 والناس تهز ولادها بالكيلو، ودي السبيطارات وتبدا طاك طاك طاك، دونك يكونوا فيها دي
دي بروبليم يكونوا فيها دي زانسيدون يكونوا فيها. وعلى هذا انا اليوم اخترت باش نتكلم على لو سيجي هذا نتاع لا سيركونسيسيون اللي غير عندنا احنا سورتو الجزائري الجزائريين اللي كما قال لك يحشموا ولا ما يحبوش يتكلموا على الشيء هذا. احنا لقينا يديروا مي اسمحوا لي يفو بارلي يا جماعه ام مومون دوني. قال ولدي علاه بيزومبل نشرب الكاس الماء في الكاس هذا بوركوا علاه ما نشربوش في الفنجان بيزومبل يفو بوزي لا كيستيون. ماهوش عيب والناس يقولوا لا حياه في الدين علاه نطهروا الطفل اذا لازمنا نطهروا له علاش واذا ماهوش لازم ايه بان ماهوش لازم دونك يفودري بوزي لا كيستيون. انا ما نهضرش مع الناس اللي ما على باليش كيما كانت تقول لي قبيله الطفله الاخرى الناس اللي في المخ نتاعهم مجمد. قال اخويا انا ما نستعرفش انا لقيت كيما هكا ما نحبش نهضر فيه انا نديرو وخلو خلاص. هذه لي انا مانيش انا ما نسانش هاد الناس هادو ما نسانش نو انا لازمني جو بوز لا كيستيون لازمني نفهم علاه علاه نديرو شي هذا كيما كيف كيف كيما يجي نهار ونزيدو نهضرو على الذبيحه نتاع الخروف. كي تحكم الخروف وتذبحو اي بان حلال وكي يطيح من الكاتراميطاج ها يموت جيفه ماهوش حلال. علاه بوركوا هو مات مات كيما يقول واحد دير عليه ندير عليه بالرصاص نقتلو ولا نضربو بمبارغ نقتلو ولا نجر عليه نذبحو يسمى لي موغ لي موغ. لا قالك نو هذه على كل حال موش اليوم نهضرو عليها خطره اخرى نهضرو عليها خطره اخرى. وعلاش واسكو كاينه ايه اللي تقول فوتينا الفوتري نذبحو الفوتري اسكو كاينه اخرين قالوا لي كاينه وصل لي ربك ونحر. هذه ما تهضر لا على العيد ما تهضر لا على رمضان ما تهضر لا على الذبيحه انحر والنحر ماهوش ذبح. النحر هو واحد يهز يبدا يضرب بهالشيء هذا على حسب ما نعرف. دونك هاد لا كيسيون دو نو بوزي نتاع الختان علاه نختنوا ولادنا علاه حنا ختنونا. انا نشفى وكنت صغير وجافي كيما قال واحد كي داوني كيما قال واحد داوي الختان ما زلت نشفى على لو جوغ هذاك كيما اليوم وانا صغير خلاص ما زلت نشفى عليه. بوركوا باسكو صرا لي ان انسيدون الانسيدون اللي صرا لي هو بابا ربي يرحمه هزني انا مدار البونسمون اي تو سا وكي هزني عنده ستيلوات نتاعو لهنايا في جيبو جرحني جرحني بالستيلوات نتاعو وجي ما في مال. دونك مازلت نشفى عليه لليوم. علاش هذا الشيء هذا نديروه اذا ماهوش لازم نديروه بوركوا بوركوا اذا بون ما على باليش. حتى قويت الاخت هذيك بعثت لي واحد الايات في القران اللي يقول ما تمسوش رب العالمين الشيء اللي خلق رب العالمين ما تمسوش. دونك انا ما نعرفش مليح الدين مي انا يبان لي ما فرقناش مازلنا ما نفرقوش بين العادات والتقاليد ومازلنا ما نفرقوش بين الحوايج تاع الدين مازلنا ما نفرقوش. حاجه نتاع الدين لازم تكون فريمون نتاع الدين ولازم تكون اوتيل ثاني لازم تكون اوتيل. اذا حاجه نتاع الدين اللي كما قلت لكم انا نروح نقرا نلقى اليوم في البيبل روحوا قتلوا المسلمين لازم يتبعوكم ولا قتلوهم انا نقول لهم سامحوني انا نقول لهم انا ما نتبعش انا ما نتبعش. ولو كان نروح نقرا في القران ثاني ونلقى العديان نتاعكم راهم اليهود ولا العديان نتاعكم راهم ما عباليش انا لي كريتيان ولا هذه ما نتبعهاش. لاش تشوفي ميجيلمون انا ما نتبعهاش انا ما نتبعهاش خاطرش انا نقول باللي ربي ما يفرقش بين عباده ما يفرقش ربي بين عباده. كيفاش ربي يفرق بين عباده؟ الوغ اذا رب العالمين يقولنا ما تمشيوش مع اليهود وما وخالفوهم وما تقعدوش معاهم صافي دير ماهوش ربي نتاعهم يسمى يسمى هذا ربي تاعنا حنا. وانا نعرف باللي كاين ان سول ديو اونيك فرد واحد ما يكونوش عشره ما يكونوش زوج ولا هما كيف كيف. نروح نقرا في التوراة والانجيل نلقى باللي المسلمين هادو راهم كلاب بني كلاب. نقول لهم سمحوا لي يا جماعه هذه ما انا من هذه انا ما ندخلش فيها هذه انا ما ندخلش فيها. وعلى هذا اون بوز لا كيستيون ولازم الناس الفقهاء والناس اللي تعرف في الدين واذا كاين لازم يجيبوا دي بروف يجيب دي بروف ما يقوليش انا واش يقولوا الاخر هذاك ما على باليش به انا يا رضي الله عنه ولا وين على بالك انت رضي الله عنه وين على بالك انت تو دابور
بزاف الناس اللي سيدنا مع شكون هو رضي الله عنه، شكون اللي قال لك بلي رضي الله عنه؟ انا ما نعرفش اذا هذا السيد هذا صح رضى عليه ربي ولا ما رضاش عليه. دونك انا ما سمعلوش السيد هذا باسكو سيدنا الناس خيما كيما انا يقول واش يحب يمد رايه، بيتيتر يمد رايه ونشوف انا الراي نتاعو اللي يمدو اسكو سي بون سي با بون. هذه وي مي باش احنا نسمع للناس اللي تعرف فريمون تعرف الدين ويجيب كيما قلت كيقول لك هذا سي تان بوكي دو فلوغ هاي نعت لك هاو لي فلوغ. ماهوش يهضر لك هكذا كبر قال يا خويا احنا لهينا الناس كان خويا يقول لك نو انا خويا ما تناقشنيش في الموضوع هذا يا خويا كي تجي تقول له يا ولدي انت هذه تقول لي عليها انت بريكي هاي ما تشعلش هاي يقول لك يا خويا انا بور موا بريكي وخلاص انا ما نقش انا ما تناقشنيش في الموضوع هذا خلاص خلاص انا نعرف باللي هذه بريكي بريكي يا ولدي لازم تشوف لي تشعل ما تشعلش اذا تشعل بسيم بريكي اذا ما تشعلش موش بريكي يقول لك لا انا يا خويا ما تناقشنيش الوغ النقاش لازم هو. لازم الانسان يعرف علاه راهو يدير هالشي هذا ما يديروش كي كبر قال لي يدير كي كبر وخلاص اخويا لقيت الناس مدايرين يديروا هذه نعاود لكم قصه صرات بكري في لي زاني 80 قال لك كي زلزلت الشلف جابوا ناس يعاونوا يهزوا في الموتى ويهزوا في لي بليسي الوغ لي بليسي يقول لهم ديوهم بلاصه هكذا باش يجيو لي ميديسان ويجيو لي شيروجيان يشوفوهم مكسرين وناس منها والموتى يحطوهم في الهي مع الموتى شغلين مورغ اسيل اوفير يحطوهم بعيد الوغ واحد جا جابوه الميديسان شافوه قال لهم هذا ربي يرحمه ودي وحطوه ليه مع الموتى كي كانوا هازينو سوغ لو بونكاخ هذوك الزوج هذوك خلخلو به البونكاخ على بالكم ومع الحجر ومع منا السيد فاق فاق كيما هكا لقى الجماعة هازينو في البرونكار قال لهم وين تديوني؟ إيبا تكلم الآخر قال له وين تديوك؟ راح ندوك مع الموتى. إي تكلم هو قال له هذاك السيد هذاك اللي في البرونكار قال لهم يا ولدي أنا راني حي أنا علاش تديوني مع الموتى؟ تكلم الآخر قال له شوف خويا ما تقلقنا ما نقلقوك، الطبيب قال مات سي مات، أري أنا مع الموتى وخلاص. دونك هذه هي هذه حنا حنايا معزة كما يقولوا الشوية معزة ولو طارت. معزة ولو طارت. هذه معزة ولو طارت الناس يشوفوا باغ اكزومبل كانوا زوج يشوفوا حاجة بعيدة خلاص يقولوا تاو شي وهذا يقول لك هي كحلة حاجة كحلة يقولوا هي معزة هذيك هي معزة سي سور معزة يقولوا معزة أنا نقول لك هي معزة ها دونك يقولوا وين قدموا عندها كي قدموا هما قريب يوصلوها هذيك الحاجة الكحلة هذيك طارت راحت قالوا خي قلت لك ماهيش معزة قالوا لك الأخرى السيد الآخر لا لا معزة يا خويا ولو طارت هذيك هي حتى حنا هكذا ما يحبوش الناس يناقشوا ما يحبوش يقول لك وي سي فري هذه الحاجه هذه اللي لازمنا نتكلموا عليها لازمنا نعرفوا علاه وشي اللي ما يدخلليش راسي انايا كيقول لي واحد سيونتيفيكمون الطب قالوا يا ولدي وانا الطب صح هذه سي فري هما عندهم الحق لو كان جاو الطب نتاعنا حنايا لي ميديسان نتاعنا حنايا ولي سافون نتاعنا حنا ولي غش ولي شيرشور نتاعنا حنا يعني في المستوى كبير اكثر من لي زوكسيدونتو اكثر من الناس نتاع فرنسا ونتاع الامريكان انا نقول لك الحق انا نقول ندير ثقه في الطبيب نتاعنا علاش باسكو الطبيب نتاعنا والناس اللي شيرشور نتاعنا خير نتاعهم مي سي لو كونترير سي لو كونترير كيفاه تدخلكم نتوما زعما عقليتكم وتدخل لي عقليتي انا باللي ان ميديسان واش يقولوا امريكان ما يعرفش باللي لازم نحيو هذيك الجلده هذيك نتاع في الختان ان فرونسي يعرف فرونسي سيرتو زعما راهم داروا عاشوا مع المسلمين سيرتو في فرنسا عايشين بزاف مع المسلمين وعندهم دي ميديسان مسلمين ما يعرفوش باللي لازم الفو نحيو هذيك الجلده هذيك باش ما يكونش الامراض دوك جاو يعرفوا باللي صح سي فري كاين كانوا حتى هما يديروها مالوغوزمون ما مش يديروا فيها وخلينا من الدين لو كان جا غير الدين فيها قال اخويا الانسان باش يكون مسلم لازم يدير كيما هكا بصح باش تكون لازم هما تكون في القران انا كيما قلت لكم في القران يقولوا نو سا نيكستو با البارح هضرت مع انسان لي فريمون سي ان كادر دو لالجيري ان هو بلاسي اللي يعرف مليح في هذا الميدان تاع الدين وطرحت عليه سؤال وقال لي بور موا ما كانش ايه وما كانش حديث صحيح هو يقول هكذا وقلت له شكرته قلت له بارك الله فيك عطيت لي العاك قلت له كيفاه جاء الطور هذا قال لي هذا كان ابراهام هو كيف قال لي كان ابراهام هو يقولوا
باللي يهضر مع ربي سبحانه عز وجل وربي قال له يفضغي فرسا. هادي دونك ابراهام سي با زان مسلمون، خاطرش الناس اللي تخلط في الامور، انا ما نمشيش مع تخلط، انا نمشي كل حاجه افيك بروف. ابراهام اللي الناس يقولوا بلي راهو مسلم، انا نقول بلي ماهوش مسلم. وقولوا لي الايه اللي تقول ولا تقول على روحها. انا مش اللي انسان يجي يوكل لي واش يحب، جو روغريت. حنا الاسلام تاعنا هو الاخر، سيدنا محمد هو الاخر ولا لا؟ هو الاخر. دونك ابراهام كان عايش ومات قبل ما يزيد سيدنا محمد. كيفاش ملا الاسلام هذا كان من بكري؟ ملا مو سيدنا محمد جاب الاسلام. اذا رحنا نقولوا بلي الاسلام كان في وقت ابراهام، دونك سيدنا محمد ماهوش هو اللي جاب الاسلام. دونك يفضغي هكا ولا هكا؟ لا لا لا، يقول لك الاخرين نو 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 نو، او جا مكمل. انا ما شفتش بكري كانوا الناس يصليوا ويعبدوا ربي ويديروا قبل ما يجي سيدنا محمد. سيدنا محمد هو اللي كي جا قال لهم كيفاش وكيفاش، وثاروا الناس حتى بن عمه بعد قريش ومنا ثاروا داروا معاه حرب كبيره. ويقولوا كي جا سيدنا محمد هو اللي جاب الاسلام. دونك افون ما كانش. كيفاش ما كانش ويقولوا باللي بكري خلاص كاين؟ فودغي ها فودغي او موان ريفليشيغ. انا نقول لكم باكزومبل، ما على باليش انا اللي يكون واحد زايد اون 62 ولا يكون واحد زايد باكزومبل، ما على باليش انا اون 70. ايماجينو واحد اون 70 او زايد 70 ويجي اللي يقول لكم انا راني حضرت في الحرب تاع الستينات. اي با فوز علي ريكولي سيغتانمون. تقول له كيفاش يا ولدي انت حجت في 70 وحضرت في لاكار تاع 60؟ انت مسخربين ولا كيفاش؟ حتى حنا النبي عليه الصلاه والسلام جاء كيما قال اسمه هو اللي جاب الاسلام، هو اللي كي جاء بدات الناس تعرف الاسلام وبدات الناس تدير الفتوحات وبدات الناس تدير هذيك وبدات في المجيء نتاع سيدنا محمد. هذه الناس كلها بالهم بها. مي تقول لي قبل كاين الاسلام؟ انا ما نعرفش يا خويا، انا هكا نحلل، انا هكا نحلل. دونك على حساب كيما قال واحد وزير دوكا يخرج لنا واحد المشاكل، دوكا مخرج واحد المشاكل كانوا اخرين دوكا يقولوا باللي مسجد هذا الاقصى هذا وفيها هذيك الايه اللي يقول سبحان الله الذي اسرى بعبده من مسجد الحرام الى المسجد الاقصى، ان شاء الله ما كسرش الايه سي كوم سا. يقولوا هذاك المسجد هذاك اللي يهضر عليها ويقول عليه الايه هذه تبنى بعد الموت نتاع سيدنا محمد. هما يقولوا انا ما على باليش، انا ما حضرت ما كتبت ما على بالي، مي المؤرخين اللي يقولوا دوكا ولا جبدوا لنا حاجه قال لك نو، قال لك كيفاه انتم تقولوا كيما هكذا الوغ كو هذه ثاني نجيو عليها ان شاء الله ان شاء الله ونهضروا عليها. البارح كان سيد نعرفه معايا قال لي وي وي سي بوتيتر سي فري، خطره شو كاين مسجد واحد اخر في في في, في شو يقولوا في السعوديه. هي دوكا فهمونا يا جماعه، ما تقولولناش هذا هو المسجد ومن بعد كي يظهر باللي تبنى غير كيف بعد موت الرسول قالوا كاين واحد اخر في الاخر كيف اسمه في السعوديه، ولو كان يظهر حتى نتاع السعوديه هذاك تبنى هنا قال لا او كاين او في خنشله مالا. فهمونا يا ناس، فهمونا ان احنا مطلوب من الناس الفقهاء ومطلوب من الناس اللي يعرفوا، مش اللي يضرب لي لحيه لهنايا ويجي يقول لي انا راني فقيه وراني ما نعرف واش. الناس اللي قرات، انا قبلت اون دام كانت تهضر معايا قبلت فريمون دهشتني دهشتني، ما دام سيفيليزي ماهيش من هذوك كيف اسمه المغطيين على ارواحهم، منا سيفيليزي تشوفها تقول كاوريه، مي تعرف الدين بالايه. وحبستني في الهضره كامله قالت لي هاو واش يقولوا هاو واش يقولوا واش يقولوا. با سي بيان سي بيان دو دابخوندر دو ليغ دو سافوار، سي بيان دو سافوار دو ليغ دو دابخوندر سي تري بيان. من الناس جاب لي ربي ما همش حابين يعرفوا، ما همش حابين. قال اخويا بابا 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 شوف نقول لكم حاجه، هذه خط احمر يا ولدي. على خط احمر يا ما يقول لك ما اديت من العلم الا قليلا، كاين ولا ما كاينش؟ اي بعد خويا نهضروا اون بارل اون بارل كيما قال لك يفو بارلي باش اترافير لا ديسكوسيون جاي لا لوميير. حنا ماذا بيا الناس اللي تعرف شويه في هذا الشيء هذا يقولوا للناس يا ولدي رانا تبعنا اليهود، اليهود كانوا يختنوا وتبعناهم، دوك حنا ولنا حنا نختنوا يفوت يخسر اذا كان اذا هك ولا قال لا
كانوا حنايا نوزون سيتخ نتاعنا اللي كانوا يخدموا وحنا ولنا تبعناهم. سي دي كيستيون كو جو بوز، انا ما نعرفش مي جو بوز دي كيستيون اللي ماذا بيا يكونوا دي ريبونس ا سي كيستيون. يفضري تروفي دي ريبونس، وشكون يمدهم؟ يمدهم الناس اللي يعرفوا. انا جو با دوني دي ريبونس، انا ما نعرفش، انا شوي نول في الدين، جو سوي نول، ما نعرف والو. انا نعرف نصلي ونصوم ونخاف ربي، هذا واش نعرف الدين. ما نعرفش القران، يا ربي حفظت حتى العامة يتساءلون كي كنت صغير، خلاص. مي الباقي ما نعرفش، جو كوني غيان. راح نجي نقول لك انا نعرف ولا حفظت 60 حزب، كذب عليكم، نو ما نعرفش. حتى لو كنت تقول لي دوكا احفظ من حتى العائل دوكا بعد كي حفظت كي كنت صغير حتى العامه، لو كنت تقول لي زيد واحد دوكا عرض علينا ما نعقبش وقيل سبيح، ما نعقبش سبيح الله. ما نعرفش يا خويا، من الناس اللي تعرف يجيو يعطيو الناس اللي ينعتو الناس اللي وين هما الناس هذو. مي لو بروبليم اللي كيما قالوا لي الناس خويا احنا رانا ما حبيناش نهضروا على المشكل هذا باسكو راهم يوليو يكفرونا يا خويا. انا جمهور انا اللي يحب يقول يقول الله يسهل عليه. انا جو سوي لا بوغ ابروند وباش نوعيو الناس يعرفوا علاش نطهروا علاش نختنوا بوكوا كيل سون لي ريزون. اسكو سي واش يقولوا لي ريزون سون سيونتي سون ليي لا ميديسين سادير باسكو راهو الطفل مريض ولازمنا لو كان ما نحيولوش هذيك الحاجه يمرض. اذا هكا علاه لي سبيسياليست الاخرين يا دي غون سبيسياليست في لو موند اونتي ماهوش غير عندنا في الجزائر. ايماجينو تاع الجزائر هو يعرفوا كلش داكوغ، مي نو زافون دي امريكان يا دي روس il y a des français il y a des belges il y a هاد الناس هادو عمرهم ما هضروا على الشيء هذا وما يديروا ما يديروش وهادهم ما يديرولهمش الشيء هذا. يفضري بروفي افيك كيما قال واحد سيرتيتود علاش لا كيستيون ريست بوزي. نقول لكم قيمتي لهنا من بعد نزيدو نتكلمو على ان اوتر سوجي. نزيد نخليكم تسمعوا شويه غنيه تاع الراس دونك عراس. الناس كل تجي تسمعوها شاك فوا يقولوا لي الناس ديرنا عراس يغني الوغ عراس كي شونت سور الطهور. نزيد نخليكم تسمعوا شويه طهر يا طهر اتوت الوغ.